كاتبة روائية كويتية خطت بإيدها الناعمة إبداع جميل مليء بالثقافة لتثبت للعالم أن الفتاة الكويتية متميزة فكرا وشكلا ومنطقا. أكيد رحب معكم في الكاتبة الشابة أنوار العتيبي. حياك الله أنوار، صباح عليك بالخير. حبيبتي صباح النور. يا حياك الله يا أنوار. بداية لو نسأل أستاذة عن حبك لهذا المجال، قضية الكتابة والأدب، من وين ابتدت؟ الكتابة من صغري، لأني نشأت في بيئة محبة للقراءة والكتابة، فكنت أكتب من وأنا صغيرة يعني، كنت والوالدة والوالد بعد ساعدوني على هالموضوع، لأن هم بعدهم يكتبون. الله يخليهم لك. فتسلمين حبيبتي. فمن صغري يعني هالموهبة كانت موجودة ونميتها يعني كثر ما أقدر بالقراءة أكيد. بالقراءة طبعا، القراءة هي الشيء الرئيسي عشان أنا يعني أطور من كتابتي وأطور من نفسي في هذا المجال. سربي يوفقك يا رب. ظاهري احنا يمكن بقول حق أنوار، يمكن اتهام دائما نسمعه للبنت، وخصوصا البنت الكويتية، ان البنت الكويتية تهتم بشكلها اكثر، تهتم بكشختها بمنظرها، لكن يمكن يعني تهمل الجانب الفكري وشلون تنمي مواهبها من الداخل. شو تردين على هالاتهام؟ انا اعترض صراحة، لان الشكل مهم، لازم كلنا نهتم بشكلنا، مو شرط ان البنت الكويتية، لا نسلط الضوء بس على البنت الكويتية ونقول ان اهتماماتها بس على اللبس والشكل، ابدا. في عقول ثمينة، في بنات ما شاء الله عليهم يعني ينجزون، فانا ضد هالمبدأ هذا، ما له شغل، عادي، مو كل واحدة تلبس وتطلع يعني اللبس والمظهر هذا شيء رئيسي مهم، بس انه مو معناته انه يعني كل بنت تلبس وتكشخ انها هي فارغه من الداخل، مو الكل. انا عندي 3 اصدارات لكن بتكلم عن عشق لابد منه. هذه الروايه اللي كتبتيها، صحيح. شنو كان عشق لابد منه؟ الروايه تتكلم عن شنو؟ هي روايه مستوحاه عن قصه حقيقيه لفتاه كويتيه. كنت هالرواية هذه ثاني إصدار لي، فكانت فجأة، ما كنت مخططة لها ولا شيء. سبحان الله، فتاة كويتية جت في أحد الأماكن، جت وكلمتني قالت لي أنوار أنا بقول لك قصتي كتبيها. فأنا ما حبيت أن أنا أحرجها، مع أن هالفترة ما كنت ناوية أبدا أني أصدر كتاب. سمعت منها، ولما سمعت منها لقيت ان هي حياتها عبارة عن قضايا مهمة لازم تنطرح. شنو كان ابرزها مثلا؟ ما ما ودش تحرقينها علي. ما ودي احرقها، هو صح ما ودي احرقها، وهي شوي يعني عميقة، ما تنقال في يعني، لازم تنقال. اي ما فيها عناوين رئيسية. فالبنت طبعا سميتها دلال. فدلال قلت عنه أنه هو الدور الذي تقمصته على مدار أشهر من القلق والتوتر والهذيان، لم يتوقف نبض قلبي عن الخفقان، وكانت عيناي بدموعها تعكس ما بداخلي من غليان، فتشتتت جميع أجزائي وتغيرت خارطة حياتي، واعتزلت الناس وأغلب عاداتي في عشق لا بد منه. يعني أنوار، هل أنت بحكم أنك أنت كاتبة، ومثل يمكن الرواية هذا عشق لابد من، ما هي تجربة شخصية، لكن يعني في إنسانة تواصلت معك وقالت لك تكلمي عن قصة حقيقية، هل كل كتاباتك يعني أساسها تجربة شخصية، أو ناس يمكن تواصلوا معك، أو يمكن تكون أغلبها وحي خيال ونقول خواطر؟ من وحي الخيال، هذا شيء رئيسي. يعني عشق لابد من، أول نسخة خذيتها من المطبعة سلمتها حق البنت، قلت لها يا فلانه هذه قصتك اللي انا خذيتها منك استوحيتها. طبعا هي انا شنو قلت عنها، روايه مستوحاه من قصه حقيقيه. قلت لها هات الروايه اقريها ووريها حق اهلك، اذا دروا ان هذه قصتك انت اللي تبينه. فخذيت بس المين ايديا، خذيت الافكار المهمه، القضايا مثل ما قلت قبل شوي، وحاولت ان انا اغير فيها مع بهارات ولا يعني من كثر ما ان الموضوع يعني القضايا تلامس وايد ناس، خلتني يعني خلت الخيال عندي يوسع، فصار يطلع فكره وفكره، تطلع مليون فكره. يعني مثلا على سبيل المثال الفصل الاخير من الى من وحي الخيال، يعني خلتني اطلع بافكار جديده، ف يعطيها العافيه.
أنوار سهل الواحد يكتب رواية ولا فيها ضغط وستريس وتحمل ومراحل؟ والله أنا مثل ما قلت توا أشهر اعتزلت، فعلا أعني كلمة أن أنا اعتزلت الناس. تغمصي شخصية معينة؟ تغمصت الشخصية بشكل رهيب، بشكل مو طبيعي. يعني وأنا أكتب أبكي، يعني أحسها أنا، يعني كأني قاعدة أكتب عن نفسي. يعني ما أدري شلون أشرح لكم، بس أنه صد شيء متعب. يعني شغفك في الكتابة، هل بدايتها كان لأن حبك مثل للقراءة، يمكن لما تقرين بعض المرات إحنا يمكن ضاري نقرأ كتاب البداية وتقول إنه لا، لو هو كاتب كذي، هل من خلال قراءتك للعديد من الكتب صار فيش لا أنا ودي ألف كتب، أعدل، أحاكي مثلا عقول معينة؟ شلون بديتي؟ أوكي، أول كتاب لي نداء بلا صوت كان تحدي بيني وبين نفسي، إنه كانت آخر سنة لي بالجامعة. قلت يا أنا يا إلا 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 بسوي كتاب، إلا بنزل بكتاب. ليش؟ يعني شلون أنا كاتبة، يعني حاولت إن أنا آخذ كل كتاباتي اللي أنا كنت كاتبتها وأطور عليها وأزيد عليها، و يعني فيني طبع إن إذا أبي شيء أبي أسويه خلاص، بس يعني بس يصير ببالي إن أبي أسوي الشيء الفلاني أبي أسويه خلاص، مضغوطة مو مضغوطة. وبعدين أنا من النوع اللي أحب التحدي بيني وبين نفسي، فكانت آخر سنة دراسية لي بالجامعة، أنت عارفة آخر سنة تدرون ضغط مو طبيعي، مو شيء صح، مو طبيعي. فقلت، وكان معرض الكتاب قريب حزتها، فقلت خلاص أنا راح أصدر الكتاب، وأنا إن شاء الله يعني قعدت أعطي نفسي الأمل وطموح وهالأمور، وهذا شيء حلو أنا أعتبره، إنه يعني حلو الإنسان يتحدى نفسه ويفوز بالشيئين. يعني الحمد لله تخرجت وأصدرت كتابي، أرضيت نفسي وأرضيت طموحي بالصوبين. صحيح. أنا يمكن اللي أعرفه إن بعد كم يوم تقريبا في إصدار قادم. صحيح. أي، لكن قبل لا أدخل بهالإصدار خليني أسألك، من الروايات اللي كتبتيها ويمكن راح تنزل وأعتقد أن هذا القادم، في علاقة عزيز؟ إيه. لا مو القادم، هذا كتاب بعنوان فقد العزيز أصابني، يعني نزلته بفترة مو متوقعة. هالكتاب تجربة حقيقية واقعية 100%. يمكن تلامسك أنت 100%. هالكتاب كتبته لأخوي الله يرحمه عبد العزيز، آمين يا رب. توفى أول السنة 2017، 1/1/2017 رأس السنة. فهالكتاب فقد العزيز أصابني كتبته في ظرف شهر فقط لا غير، وهذه كانت ردة فعلي، بحيث أن أنا ما قدرت أواجه الموقف 100%، ولا قدرت أني أواجه الناس، فاعتزلت لمدة شهر كامل، ولقيت نفسي بهالشهر هذا ما قاعدة أوقف كتابة، ما في ولا ردة فعل غير أني أنا بس أكتب. فعيد ميلاد أخوي كان شهر، يعني المفروض أنه يكون شهر 2، 18/2. فكنت قاعدة أفكر شنو ممكن أسوي، يعني مثل يعني بهالظرف هذا ظرف قوي وعميق يعني. فأهملت مشاعري، بلت مشاعري بالأحرى، وقلت أنا لازم أسوي شيء حق أخوي. ضعفي وانكساري وطيحتي هذه ما راح تفيد أخوي. أنا مثل اللي قلت حق نفسي ستوب أنوار، أخوك محتاجك، سوي له الأشياء المهمة. مع الأشياء المهمة هالكتاب اللي نزل، يعني وفرته للناس طبعا، سويته بروحي ويعني من غير دار نشر ولا شيء، إيب إنتاجي. ف بعيد ميلاده يعني حرصت انه يكون متوفر هالكتاب بعيد ميلاده 18/2/2017. اجر مبيعاته صدقه لروحه، هذه كانت الفكره، وكانت هذه يعني قلت اللي تصلك جزء من هداياي التي ليست على قدرك. فكانت هديه. صار ربي يرحمه برحمته ان شاء الله ويجمعنا وياه في جنات النعيم. بالنهايه شيء غالي لا شك هالكتاب، وولادته ما جاءت من فراغ، جاءت من قصه ستخلد هالقصه هذه. اتمنى ذلك اكيد. علاقات عامه، دعايه واعلان. صحيح. بكالوريوس، لا علاقه الموضوع
يعني انت بكالوريوس علاقات عامه ودعايه واعلام وتكتبين ككاتبه، البعض يقول لك انا مهندس يصير اكتب، انا تخصص لازم اتخصص له عشان اكون كاتب؟ لا ما له شغل هذه، تصدق انا ما اسميها حتى هوايه، انا الكتابه شيء رئيسي بحياتي، يعني للمدى البعيد الكتابه راح تظل معي هي رقم واحد، ومن ثم تاتي باقي الاشياء. ف لو بنتكلم عن الكتاب الثاني او الثالث انور، هو نداء بلا صوت. نداء بلا صوت هذا اول اصدار لي. نعم. هذا اللي قلت لك عنه قبل شوي بالضبط. يعني هل انا ودي اعرف يعني في بداياتك لما قررتي تصدرين اول نسخه او اول كتاب لك، كنت متوقعه انه بيكون له هالاصداء؟ كنت متوقعه انه بينباع، الناس بتقرا؟ الاصداء فاجاتني واستانست عليها. يعني شعور حلو انه يعني بالتحدي اللي انا تحديته نفسي انجح. شعور وايد حلو ما يوصف يعني، فالحمد لله، وايد الحمد لله. الحمد لله. وين توصلين؟ وين ناويه توصلين؟ مع الكتابه اللي ما له نهايه، وقاعده اشتغل الحين على اصداري الجديد اللي ان شاء الله راح يكون في معرض الكتاب القادم. حرصت اني انا اليوم اقول العنوان حصري معاكم. عنوان كتابي القادم ان شاء الله باذن الله بعنوان لنتخيل. لنتخيل، دعوه للتخيل. فكتبت عن لنتخيل، قلت لنتخيل اننا في حلم لا توجد ارض حقيقيه ولا اجساد، واننا لسنا حقيقيين ولا نمت لما نظنه واقعا بصله، فواقعنا احلامنا وعيشنا حين نظن أننا نائمون، والاستيقاظ ما هو إلا كذبة من اختلاق خيال أرواحنا، وأرواحنا هي من عمرت هذه الأرض بخيالاتها، فلذلك ليس هناك واقع، وكل ما نظنه واقعا ما هو إلا ظن، حان وقت الاستيقاظ من الواقع والعيش في حلم هنيء. إذن لنتخيل هذه الدعوة. تكون ختامنا في كلمات أكيد أنوار العتيبي. ساتع القوية أنوار، موفقة خير يا رب. آمين. وكل التوفيق لكل الطاقات الشبابية اللي عندها روح الإبداع، عندها نظرة لقدام، عندها قلم يكتب، عندها لسان، عندهم إبداع، عطوهم مساحة وراح تلاقون ينبت الإبداع عندنا.